تواصل التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى. الحكومة تنفي ما تردد حول تعليق الدراسة ومنح إجازة للموظفين وتعليق الفعاليات ذات التجمعات في إطار مكافحة كورونا. وفي الاقتصاد، أرامكو السعودية تؤكد عدم تأثر إمداداتها النفطية بالهجوم الحوثي على محطة توزيع لمنتجات بترولية شمال جدة. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث تتواصل عمليات التصويت بالداخل في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى في 13 محافظة من إجمالي 14 محافظة، حيث يتنافس في جولة الإعادة 220 مرشحا لشغل 110 من المقاعد. يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شارك فيها 28.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت، وعددهم يبلغ نحو 32 مليون ناخب. وقد كانت مجريات اليوم الأول من جولة الإعادة قد مرت دون أي عوائق أو مشكلات، بحسب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي خصصت رقم 19826 للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى ذات الصلة. في تمام التاسعة صباحا استأنفت اللجان الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني والأخير لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخاب أعضاء مجلس النواب في دوائر 13 محافظة، هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. محافظة البحر الأحمر حسمت جميع مقاعدها خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى. جولة الإعادة هذه تقلص عدد المرشحين فيها إلى 220 مرشحا يتنافسون على 110 مقاعد. وكيوم هذه الجولة الأول تجري فعاليات ثاني أيام جولة الإعادة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، المتمثلة في ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر للمقر الانتخابية. رؤساء اللجان الفرعية وعقب استلام لجانهم قاموا بفض أختام الشمع الأحمر من على أبواب اللجان بعد التأكد من تعقيمها وعدم العبث بها وسلامة النوافذ، والتأكد من الصناديق المغلقة بالأقفال البلاستيكية ومطابقتها لما هو مثبت في محضر الغلق. الناخبون من جانبهم وعقب فتح اللجان بدأوا في التوافد على مراكز الاقتراع واصطفوا أمام لجانهم للإدلاء بأصواتهم في ظل إشراف قضائي كامل شارك فيه 12 ألف قاض احتياطي وأساسي. وتشهد الانتخابات اهتماما إعلاميا دوليا تشارك فيه 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلية، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. قوات الجيش والشرطة قامت كعادتها بتأمين العملية الانتخابية لضمان سريانها في سهولة ويسر، وقام أفرادهما بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على عملية الإدلاء بالصوت. يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا بواقع 224 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية. ويتشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي
و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 50% من الأعضاء بواقع 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 عضوا. لليوم الثاني حرص عدد كبير من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في وضع السياسات العامة للدولة والقوانين المختلفة والمساهمة في صنع مستقبل الوطن ودفعه قدما إلى الأمام. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. ومشاهدينا الكرام، نستعرض الآن مع شبكة مراسلينا عن مجريات العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي تجرى بها جولة الإعادة. ينضم إلينا أحمد بكير من البحيرة ومحمد الخطيب من الجيزة. والبداية من البحيرة وأحمد. أحمد، ضعنا في جديد المشهد لديك في البحيرة. حقيقة الأمر من بعد الساعة 12 وحتى هذه اللحظات بدأ المشهد يتغير رويدا رويدا في مركز ومدينة دمنهور. الحركة بدأت من قبل المواطنين في زيادة تامة للمشاركة، نستطيع أن نصفها بأنها تقترب من المتوسط على عكس أول 3 ساعات كانت الحركة بها أكثر هدوءا من هذا التوقيت الذي نتحدث فيه. من المعتاد دائما وأبدا هنا في المراكز الرئيسية للمحافظات سواء في الانتخابات أو في جولة الإعادة أن يظل الوضع كما هو حتى فترة الراحة، ومن بعد فترة الراحة من الساعة 4 وحتى الساعة 9 يبدأ الموظفون في الخروج، وأيضا الكثير من الأسر تبدأ بعد انخفاض درجات الحرارة بعض الشيء تبدأ في التوافد للمراكز الانتخابية. نستطيع أن نصف على هذه الساعات بأنها ساعات الحسم، ولذلك نشهد الكثير من التغيرات. المشهد هنا في مركز ومدينة دمنهور لا يختلف كثيرا عن 16 مركز ومدينة، هم تعداد المراكز والمدن في محافظة البحيرة. تبدأ الحركة تدريجيا في الزيادة من بعد الساعة 12 وحتى الساعة 3، ومن بعد فترة الراحة تبدأ الكثافة في الازدياد نظرا لحساسية هذه الساعات سواء للمواطنين أو للمرشحين. بطبيعة الحال يختلف المشهد كما ذكرنا في المدن 16 مدينة عن باقي القرى هنا في محافظة البحيرة، وعددهم نحو 490 قرية، وهو أكبر عدد للقرى لمحافظات المرحلة الأولى في جولة الإعادة. تكون الحركة والإقبال فيها مختلف تماما عن مظاهر الاختلاف هنا في المدن. الحركة منذ الساعة 9 من يوم أمس وحتى هذه اللحظات تكون في كثافة فوق المتوسط على عكس المراكز والمدن كما ذكرنا واطلعنا على هذا الموقف. حقيقة الأمر الشكل الانتخابي هنا في محافظة البحيرة يتخذ مسارا أكثر حماسة نظرا لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن الجولة الأولى لم تشهد نجاح أي عدد من المرشحين، بالإضافة إلى أن هناك في محافظة البحيرة 9 دوائر انتخابية. هذه الدوائر تتسم بالمنافسة الشديدة بين المرشحين. نتحدث عن دوائر انتخابية عددها 9 دوائر انتخابية بواقع دائرتين تتنافس على 3 مقاعد، وهي دوائر دمنهور وكفر الدوار، بالإضافة إلى 5 دوائر تتنافس على مقعدين، وهي دوائر أبو حمص وأبو المطامير وكوم حمادة والمحمودية وإتاي البارود، وأخيرا هناك دوائر تتنافس على مقعد واحد وهم دائرتين، دائرة حوش عيسى التنافس بها على مقعد واحد ودائرة الدلنجات التنافس بها على مقعد واحد. هاتان الدائرتان على وجه الخصوص تشهد منافسة حامية نظرا لعدد الكراسي المحجوز لها في البرلمان. كل دائرة منهم بها عدد مرشح واحد هو من سينجح في هذه الجولة. هذه الدائرتان على وجه الخصوص يختفي منهم مرشحي الأحزاب، هناك 4 من المستقلين يتنافسون في هاتين الدائرتين، لذلك هم دوائر تشهد الكثير من المنافسة والمنافسة الشريفة ما بين المرشحين. الشكل السياسي للانتخابات هنا في محافظة البحيرة هناك 36 مرشحا ينقسمون
ما بين 18 مرشحا للمستقلين بينهم سيدة، و18 مرشحا للأحزاب بينهم أيضا سيدة. أبرز الأحزاب المتنافسة مستقبل وطن والنور والمؤتمر والشعب الجمهوري. حقيقة في هذه اللحظات هي دعوة لجميع الناخبين في محافظة البحيرة للمساهمة والمشاركة فيما توليه الدولة لهم من أهمية خاصة. الدولة تعلم حجم التحديات هنا في محافظة البحيرة، نتحدث عن خامس أكبر محافظة في تعداد السكان، ولذلك بها خطة استثمارية تبلغ تكلفتها نحو 44 مليار ل2941 مشروعا مقسمين على جميع مناحي الحياة التي تلامس المواطن هنا في محافظة البحيرة، سواء على مستوى الطرق وسواء المرور وتحسين البيئة بصفة عامة من خدمات مرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الجودة في القرى والوحدات المحلية. نعلم أن محافظة البحيرة منذ 3 سنوات تتعرض دائما للأمطار بكثافة، لذلك هناك اهتمام كبير من الدولة لعدم تكرار المشكلات التي كانت تحدث من قبل في محافظة البحيرة بإقامة الكثير من محطات معالجة الصرف الصحي. نتحدث عن 12 مشروعا تم افتتاحهم مؤخرا هنا في محافظة البحيرة، مرتبطين بست مشروعات لمياه الشرب وست مشروعات للصرف الصحي. من الزمن القريب من نحو حوالي شهر تم افتتاح هذه المحطات. نتحدث عن حركة عامة في هذه المحافظة تتسم بالجدية، سواء في بناء المدارس، نتحدث عن 200 مدرسة تم بناؤهم قريبا هنا في هذه المحافظة لخفض نسب كثافة الفصول والقضاء تماما على الفترات المسائية. نتحدث عن 55 مشروع في القطاع الصحي ما بين تطوير وإعادة تجديد ورفع كفاءة وتأهيل في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى مركز أورام دمنهور. نتحدث عن خصوصية تم هنا في محافظة البحيرة مرتبطة بالرئاسة. الرئاسة دائما وأبدا توجه إلى تحسين جودة حياة المواطنين هنا في المحافظة، فهناك توجيه رئاسي بإعادة ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية إلى المراكز الرئيسية، بالإضافة إلى الكثير من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة وأيضا مبادرة مشروع. اسمح لي أن تبقى معنا، سنذهب سويا إلى الجيزة حيث ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمد الخطيب. محمد، ما الجديد لديك في محافظة الجيزة؟ نعم زميلتي، بعد التحية، الجديد لدي الآن هو زيادة نسبة الإقبال من النساء والرجال. يعني حقيقة هذا المشهد لم يتغير منذ الأمس، هناك كثافة في الإقبال منذ الأمس ومنذ الساعات الأولى وحتى نهاية اليوم. ربما هذه الكثافة أو هذا الإقبال المتزايد يرجع لعدد من الأسباب. أولا يعني نتحدث عن مدينة البدرشين، وهي إحدى المدن يعني على خط الصعيد. يمكن هذه المدن تمتاز دائما بالقبلية وتمتاز بوجود العائلات الكبيرة التي دائما ما تخرج لنصرة أحد المرشحين الذين يترشحون في الانتخابات البرلمانية. المشهد بشكل عام في مدينة البدرشين هو مشهد أكثر من رائع. في الحقيقة هناك التزام كبير من المواطنين بكل التعليمات وبكل الإجراءات الوقائية، سواء من الحفاظ على مساحات التباعد أو ارتداء الكمامات أو الحفاظ على استخدام الكحوليات بشكل مستمر. هناك تنسيق كبير بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة والحي ومدينة البدرشين. هناك تقسيم قبل دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، تم وضع مسارين بينهم بعض الحواجز الأمنية، مسار لدخول الرجال ومسار لدخول السيدات إلى اللجان الانتخابية، منعا للزحام ومنعا للتكدسات. أيضا هناك أيضا تعاون كبير ما بين رجال الشرطة والقضاء لمساعدة الناخبين، سواء من داخل من بداية اللجنة أو لدخول أو أثناء الاقتراع ثم الخروج من اللجان. كما ذكرنا المشهد في مدينة البدرشين منذ الأمس وإلى الآن ربما يكون يمكن القول أنه مشهد متشابه إلى حد كبير. نسب الإقبال والزيادة والكثافة هي كما كانت منذ الأمس، ربما يمكن أن نقول أنها يعني تخطت يعني الحد المتوسط من الإقبال.
الكثافة أو الكتلة التصويتية في جولة الإعادة في محافظة الجيزة أو في جنوب الجيزة تشمل دائرتين، هو دائرة البدرشين ودائرة العياض. نتحدث عن أكثر من 600,000 كتلة تصويتية صوت من لهم حق التصويت، موزعين على 202 لجنة فرعية و 181 مركز انتخابي، ويتنافس في هذه في جولة الإعادة أربع مرشحين يفوز منهم على مقعدين في البرلمان. لماذا يعني المنافسة شرسة؟ لماذا المنافسة محتدمة منذ الأمس؟ يعني كما ذكرنا أن هذه المناطق الموجودة على خط الصعيد يغلب عليها الطابع القبلي والطابع العصبي والطابع والتعصب والعائلات، لذلك نجد أن هناك مشاركة كبيرة من الأهالي البدرشين على نصرة أحد المرشحين. يعني مدينة البدرشين يعني من المدن التي تمتاز بطبيعة سياحية نظرا لكونها تقع في جنوب الجيزة وتحظى بمتحف ميتراهينا الأثري، هي مدينة سياحية. يطالب أهالي البدرشين النواب الجدد بضرورة تطوير هذه المنطقة وإقامة العديد من الأماكن السياحية وتطويرها بشكل يساعد على جذب السياح، بما أنها تمتاز بوجود العديد من الآثار وبما أنها مزار سياحي. أيضا يعني لو تحدثنا عن السيولة المرورية هنا في مدينة البدرشين، هناك جهود كبيرة تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة، طبعا سواء كان على خط الطريق المؤدي إلى مدينة البدرشين بداية من طريق المنيب مرورا بأبو النمرس ثم الحوامدية ثم مدينة البدرشين، تم وضع ارتكازات أمنية كبيرة في مداخل البدرشين. أيضا هناك أيضا تفقد للحالة المرورية الموجودة، هناك جولات تفقدية لمدير الإدارة العامة لمرور الجيزة طبعا للاطمئنان على الحالة المرورية ومنع حدوث تكدسات أو ازدحام أو يعني أي شيء يعوق سير المركبات أو سير المواطنين للوصول إلى المقار الانتخابي. المشهد بشكل عام في مدينة البدرشين يسير بشكل منتظم جدا وبشكل هادئ وبشكل مرتب منذ الصباح، وبالتحديد في الساعة 9 فتحت اللجان أبوابها كالعادة لاستقبال الناخبين بعد التأكد طبعا من محضر الإغلاق والشمع الأحمر وكل الإجراءات التي تضمن وجود أصوات الناخبين في الصناديق، طبعا تمهيدا لنهاية اليوم بعد ذلك وثم عمليات الفرز. إليك زميلتي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل أخبار مصر محمد الخطيب من محافظة الجيزة، وأشكر أيضا الزميل أحمد بكير من محافظة البحيرة، شكرا لكما. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عدم وجود شكاوى أو تجاوزات بالعمليات الانتخابية حتى الآن، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب باعتبارها الساعات المهمة لحسم العملية الانتخابية. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التنمية المحلية حول سير العملية الانتخابية. بشكل عام النهارده اللجان كلها فتحت في موعدها، مفيش تاخر فيها. كان ملاحظ طبعا في امبارح ان كان في يعني زي ما كان معتاد يعني الشباب والنساء والسيدات هم اعلى نسبه حضور، ومتوقعين طبعا ان احنا في خلال النهارده من بعد الساعه 3 او بعد الساعه 4 هيتم التزاحم كتير جدا في الفتره الاخيره، بالذات في الوقت الاخير من اليوم الثاني متعودين دايما بيحصل فيه تزاحم واعداد كبيره جدا بتبقى موجوده. كل اللي اهتمامنا دلوقتي بالنسبه للمحليات والتنسيق الجيد للاجراءات ان احنا كنا يهمنا فيها الاجراءات الاحترازيه طبعا عشان خاطر كورونا والظروف الاخيره، وزي ما احنا شايفين ان احنا معدلات يعني تزايد الكورونا بدات تظهر عندنا في الاعداد بصوره يوميه المرصوده، وبالتالي فاحنا لازم نعمل اجراءات شديده
أشد من أيام العادية، وموفر أماكن للوقوف الخاصة وأماكن للجلوس خاصة بكبار السن ومساعدتهم. لا يخفى على أحد ما للمرأة المصرية من دور مهم في كل الاستحقاقات الدستورية مع تصدرها لصفوف الناخبين في جميع المحافظات. هذه المشاركة السياسية للمرأة تؤكد على وعيها وإدراكها لقضايا وطنها وحرصها على صنع مستقبل وطنها. دائما ما تكون رقما فارقا في كل الاستحقاقات الدستورية نجمة اللجان الانتخابية بلا منازع المرأة المصرية، حارسة الوطن وصانعة استقراره، لا تتوانى ولا تتكاسل عن تلبية نداء وطنها مهما اختلفت الظروف التي يمر بها. هذه الصفوف الطويلة أمام اللجان الانتخابية التي تتصدرها المرأة المصرية تؤكد وعيها وإدراكها لقضايا وطنها، ومهما اختلفت طبيعة المرأة أو المحافظة التي تسكنها أو عاداتها أو تقاليدها، فالفكرة واحدة ثابتة: ضرورة المشاركة في الانتخابات والتصويت أيا كان هدف الانتخابات أو السبب الذي تقام من أجله، انتخابات مجلس الشيوخ أو نواب أو حتى إدلاء الرأي في تعديلات الدستور. كنا زمان الوعي غير دلوقتي، بعد طبعا كل الكام سنة اللي فاتوا دول اتعلمنا طبعا ان احنا ازاي نختار الشخص اللي يقدر ان هو يمثلنا وان هو يحقق كل طلبات او اغلب طلبات المواطن. الناس كلها لازم تنزل تشارك، كل واحد طبعا برأيه، وده شيء كويس ان احنا كل واحد يقول رأيه مهما كان ده ايجابي او سلبي. وطبعا لازم كل الناس تنزل مع طبعا الإجراءات الاحترازية المناسبة يعني. ولحرصها الدائم على المشاركة في العملية الانتخابية أصبحت المرأة كتلة تصويتية لها اعتبارها، يتطلع الجميع لمشاركتها الواسعة ويخاطبها المرشحون ببرامجهم، ولمكانتها المهمة في مجتمعها تتزايد المساحة المتاحة للمرأة للمشاركة في صنع سياسة وطنها، ليس فقط كناخبة في اللجان وأمام الصناديق، ولكن أيضا كصانعة للقوانين وواضعة للسياسات تحت قبة البرلمان، حيث تم تخصيص حصة للمرأة تقدر ب 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب بموجب التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019. طبعا لازم أن أنا أدي رأيي وأنت تدي رأيي على اساس ان انت اللي بتختاريه دوت هو اللي بيتكلم بلسانك. لازم نختار حد كويس وحد ينفع بلدنا وحد نبقى احنا محتاجينه في حياتنا. مين اللي هيحط القوانين بتاعتنا؟ ما ينفعش حد يبقى بيفرض علينا اي حاجه، يعني احنا لازم نختار قدوه ونموذج على حب الوطن والمحافظه على مقدراته. هكذا المراه المصريه يجب ان تكون، برهنت ودائما ما تبرهن على قدرتها على تحمل مسؤوليتها وجدارتها لتكون صاحبه اقدم تجربه برلمانيه في المنطقه العربيه. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. إذا نتجه معكم من داخل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، معنا مراسلة أخبار مصر سارة متولي، أيضا إلى عروس الصعيد المنيا كريم كمال معنا أيضا. نبدأ بسارة متولي. سارة، بعد التحية نعود إليك مرة أخرى في غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وكيف تبدو التفاصيل لديك في الغرفة وأيضا تواصل غرفة التنمية المحلية الرئيسية مع الغرف المتواجدة في كافة محافظات التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب؟ نعم حسني، نجدد معكم التحية مرة أخرى في متابعة حية لتصويت المصريين في الداخل في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020. يمكن هبدأ من تقرير الزميلة سوزان مصطفى بوجود المرأة أمام صناديق الاقتراع وداخل اللجان. هذا ملمح أساسي أكد عليه وزير التنمية المحلية اللواء شعراوي في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 11 من صباح اليوم، وأثنى فيه على وجود المرأة المصرية والشباب في لجان الاقتراع. هذا كان أحد الملامح التي تم رصدها في المؤتمر الصحفي. عن دور الغرفة، الغرفة تتابع على مدار الساعة سير عملية التصويت. المتابعة لم تبدأ من اليوم ولكنها منذ الأمس وحتى قبيل الانتخابات بالاستعدادات لجولة الإعادة، تنسيق مع غرف عمليات المحافظات المختلفة التي تجرى فيها
جولة الإعادة نتحدث عن 13 محافظة يتنافس فيها 220 مرشح على 110 مقعد داخل البرلمان، كتلة كبيرة داخل مجلس النواب. وبالتالي كانت الإجراءات المكثفة التي اتخذتها الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة وعدد أيضا من الوزارات المختلفة سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو الصحة إضافة إلى المحافظات كما ذكرنا. الإجراءات تبدأ مع الإجراءات التأمينية على أبواب اللجان، أيضا الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة التنمية المحلية وتتابعها بدقة وعلى مدار الساعة مع غرف عمليات المحافظات المختلفة. هناك تشديد على التأكد من وجود كل ما يسهل ويحدث انسيابية في عملية التصويت خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أماكن مخصصة لانتظار الناخبين. هناك تأكيد على الإجراءات الاحترازية المختلفة ضمانا لصحة وسلامة الناخبين. نعلم أن الانتخابات تجرى في تداعيات فيروس كورونا وبالتالي الأهم هو صحة وسلامة المواطنين. يمكن التسهيلات لم تقف عند حدود هذه الإجراءات ولكن كما ذكرت هي فكرة المتابعة على مدار الساعة. يعني قربنا على انتصاف اليوم التصويتي وساعة الراحة ولكن الغرفة تستمر في المتابعة الميدانية مع غرف عمليات المحافظات. يمكن تواصل مع الناخبين ليس تواصل مباشر واللافت أيضا يعني يمكن صار في ما قاله وزير التنمية المحلية عدم وجود يعني أي شكاوى أو تجاوزات بالعملية الانتخابية للآن وهذا هو مهم لأن هناك لجان متابعة ومراقبة في كل المحافظات لمتابعة ما يجري هناك. يمكن التواصل بشكل دائم مع غرف عمليات المحافظات بيعطي فورية في معرفة أي شكاوى أو رصد أي شكاوى أو ملاحظات من الناخبين خلال سير عملية الانتخاب. ولكن حتى الآن وعلى مدار الأمس لم يتم رصد أي شكاوى من الناخبين. يمكن الأمر يرجع إلى سهولة إجراء عملية الانتخابات، سهولة وجود الإجراءات الاحترازية وهي التي تهم المواطن هنا بالأساس. كما ذكرت الانتخابات تجرى في ظل فيروس كورونا، الجميع يحرص على صحته ولكن الدولة وفرت الإجراءات التأمينية، وفرت الكمامات، وفرت بوابات التعقيم الذاتي، وفرت التأمين. وبالتالي الأمر الذي يتبقى هو مشاركة المواطن والنزول إلى لجان الاقتراع. وكما ذكر أيضا وزير التنمية المحلية في مؤتمره الصحفي منتظر أن تزداد الأعداد والمشاركة بعد الساعة 3 أو 4 عصرا كما اعتدنا في المشاهد الانتخابية المختلفة. إجمالا لم يتم رصد أي شكاوى إلى الآن والمتابعة تتم على مدار الساعة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. اسمحي لي طيب سارة أتجه معك وبعد هذا الكلام إلى كريم كمال في المنيا. كريم بعد التحية أرحب بك مرة أخرى. وهنا كما قال سارة مع اقتراب الساعة من 3 الآن تبدو الساعة تقترب من 2:30 بعد الظهر. هنا سوف تكون هناك ساعة للاستراحة بعد الساعة 3. هنا كيف تبدو الأمور بالنسبة إلى اللجان في محافظة المنيا وخاصة فيما يتعلق بما قاله وزير التنمية المحلية بأنه لا توجد شكاوى أو تجاوزات في العملية الانتخابية وهذا يطمئن الناخب والمرشح أيضا؟ نعم زميلي حساني، كما ذكرت الزميلة سارة متولي بالفعل لم يتم رصد أي شكاوى أو خروقات خلال اليوم الأول واليوم الثاني من خلال غرف العمليات في محافظة المنيا، غرفة عمليات المحافظة برئاسة اللواء أسامة القاضي المحافظ، وأيضا غرفة عمليات مديرية الأمن، وغرفة العمليات بمقر المجلس القومي للمرأة. الثلاث غرف لم يتم رصد أي مشاكل أو خروقات قد تؤثر على عملية التصويت هنا في محافظة المنيا بشكل عام. لكن حساني عملية التصويت وإقبال المواطنين والناخبين على اللجان المختلفة مرت بأكثر من مشهد قبل إغلاق اللجان فترة الراحة وبعد انتصاف اليوم. بالفعل هناك إقبال نستطيع أن نقول أنه بالجيد جدا من المواطنين هنا في مدينة المنيا ومدينة المنيا الجديدة على اللجان المختلفة، لكن ما زالت المراكز بتتصدر المشهد منذ ساعات الصباح الأولى منذ 9 من صباح اليوم. ومركز بني مزار ومغاغة وملوي الثلاث مراكز هم يتصدروا المشهد بصورة كبيرة من حيث نسبة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية، وذلك كما ذكرت إليك نظرا بأن القبلية التي تحكم عملية التصويت في هذه المناطق. حساني
الثاني بعد انتهاء ساعة الراحة الوضع بيتغير تماما أيضا في المدينة وعقب انتهاء المواطنين من أعمالهم وانصرافهم من أشغالهم بنشهد إقبال كبير من المواطنين على اللجان المختلفة هنا في المدينة وذلك في ظل إجراءات احترازية كاملة من ارتداء الكمامات والتنبيه من رجال وزارة الداخلية خارج اللجان الانتخابية بارتداء الكمامة ومنع أي مواطن من دخول اللجان وخاصة يعني كما يعني ذكرت سارة من خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التنمية المحلية أن الساعات التي تلي ساعة الراحة طبعا تبدأ من الساعة 3 إلى 4 عصرا بتعتبر هي الساعات المهمة يعني لكي تحسم العملية الانتخابية وخاصة في محافظة كمحافظة المنيا. بالفعل زميلي حسان يعني ربما في المرحلة الأولى في اليوم الثاني بالذات في المرحلة الأولى الأربع ساعات بعد انتهاء ساعة الراحة شهدت تقلبات كبيرة في الموازين وأيضا كان في مرشحين في ساعات الصباح الأولى حصلوا على أصوات لكن عقب انتهاء فترة الراحة الموازين انقلبت تماما وهناك مرشحين آخرين تصدروا للمشهد وهو ما يحدث بالفعل هنا في مرحلة الإعادة اليوم الأول من مرحلة من المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت أيضا تصدر عدد من المرشحين للصورة لكن قبيل إغلاق اللجان في التاسعة مساء انقلب الأمر تماما وهو بالفعل ما يبرهن عليه الصورة هنا في اليوم الثاني حساني للتذكرة فقط 30 مرشح يتنافسون على 15 مقعد هنا في محافظة المنيا فبالفعل المنافسة قوية هنا في المحافظة ومن سيحكمها الصناديق قبل الإغلاق في التاسعة مساء اسمح لي كريم يعني سوف نعود إليك مرة أخرى أيضا كريم كمال من المنيا وفي نفس الوقت أيضا أشكرك وأشكر سارة متولي من داخل غرفة وزارة التنمية المحلية أكد وزير الخارجية سامح شكري استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع المجالس النيابية من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والتقدم المنشودين. جاء ذلك خلال اللقاء شكري بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس حيث قدم التهنئة لعبد الرازق على اختياره رئيسا للمجلس في أعقاب إنجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح وتشكيل أول مجلس مصري للشيوخ عقب ثورة يوليو 2013 إعمالا لمواد الدستور ذات الصلة. دولتكم إلى أعضاء المجلس الموقر مجلس الشيوخ وتهنئة على الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري بانتخاب المجلس وانتخاب دولتكم رئيسا له
طبعا الجهاز التنفيذي للدولة هو يحقق طموحات الشعب المصري اللي تمثلونه ويعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة جميعا في حماية مصالح الشعب والعمل على تحقيق الاستقرار والتقدم لهذه الدولة العظيمة وشعبها العظيم. وطبعا احنا دائما على تواصل مستمر مع ممثلي الشعب وعلى سبيل الشفافية، على سبيل تبادل الرؤى، على سبيل الإحساس باحتياجات المواطن المصري والوفاء بها سواء في إطار العلاقات الدولية أو في إطار رعاية المصريين في الخارج وتوفير الدعم لهم من خلال أجهزة الدولة الممثلة في سفارات مصر وقنصلياتها العامة في الخارج. مرة أخرى بشكر دولة الرئيس على هذه الفرصة ونتطلع أن يكون فيما التواصل بيننا دائم ومستمر إن شاء الله. أهلا بكم من جديد ونتابع معكم النشرة الإخبارية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. أكد مدبولي أن الاجتماع هدفه هو تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري. وفي الاجتماع قال وزير النقل إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطرق مع توسعة الطرق القائمة، فضلا عن إنشاء طرق داعمة واستكمال أعمال الإنارة وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار وخاصة الأنفاق بطول الطريق. ومعنا من مقر مجلس الوزراء مراسلة أخبار مصر إيمان التويمان، بعد التحية لك أن تضعينا على أهم أنشطة رئيس مجلس الوزراء اليوم وخاصة فيما يتعلق بالاجتماع الخاص بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. بعد التحية لك زميلي حساني، أحييكم مشاهدينا من مقر مجلس الوزراء. فبهدف تيسير الإجراءات المطلوبة لنقل المرافق إلى الطريق الدائري لتطويره وتوسعته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عدد من الوزراء ومع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث عرض وزير النقل المهندس كامل الوزير تقريرا حول المشروعات التي تنفذها الوزارة في إطار تطوير مشروع تطوير الطريق الدائري بإجمالي طول يبلغ 98 كيلومترا، بدءا من المريوطية إلى الأوتوستراد ومنه إلى محور سعد الدين الشاذلي، ثم طريق الإسكندرية الزراعي فطريق الإسكندرية الصحراوي، وصولا إلى تقاطع طريق الواحات، وكذلك بالإضافة إلى كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد. الوزير أشار إلى أن مشروع التطوير يشمل قطاعات مختلفة ويتضمن زيادة عدد الحارات المرورية في الطريق، وأيضا استكمال أعمال الإنارة من منتصف الطريق الدائري، وتطوير شبكة صرف الأمطار خاصة عند الأنفاق وأماكن تجمع المياه، بالإضافة إلى إنشاء طرق داعمة وأسوار ومنشآت جديدة. وأيضا أشار إلى زيادة حارات كوبري المنيب علوي على النيل لتصبح 8 حارات مرورية. كذلك أوضح الوزير أن هناك قطاعات أوشكت على الانتهاء بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99%، ومنها محور أو قطاع الأوتوستراد محور سعد الدين الشاذلي. المحافظون والوزراء أيضا استعرضوا جهودهم في نقل المرافق المتعارضة، وكذلك الموقف الخاص بنزع الملكية للمصلحة أو للمنفعة العامة. وأيضا شهد الاجتماع دور المساحة هيئة المساحة العامة، نعم، في تنفيذ إجراءات نزع الملكية وتعويض أصحاب المباني والمصانع والورش الحرفية من أجل إنجاز هذا المشروع القومي للمنفعة. أشكرك. هذا ما لدينا حساني حتى الآن في ما يتعلق بنشاط مجلس الوزراء، وسنكون معكم لموافاتكم بكل جديد أولا بأول بإذن الله. أشكرك من داخل مقر مجلس الوزراء إيمان التوني مراسلة أخبار مصر. نفى مجلس الوزراء ما أشيع حول تخفيض الدعم على البطاقة التموينية بدءا من ديسمبر المقبل. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن قيمة دعم الفرد المقيد في البطاقة التموينية
كما هي 50 جنيها يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إلى جانب صرف 150 رغيف خبز مطعمًا شهريًا للفرد بسعر 5 قروش للرغيف الواحد. كما نفى مجلس الوزراء المنشور المنسوب إليه والمتداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين، وكذا تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات في إطار مكافحة فيروس كورونا. كما أكد مجلس الوزراء أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع نهائيا له، مشددا على عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 354 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة. كما أعلنت الوزارة عن خروج 100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى قرابة 102 ألف حالة حتى الآن. فيما له صلة بكورونا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب التجمعات خلال احتفالات أعياد الميلاد منع انتشار الوباء والاكتفاء باحتفال العائلات عبر الفيديو كونفرنس. فيما له صلة أيضا، أبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلها إزاء إمكانية القضاء على جائحة كورونا بشكل نهائي، وذلك مع إعلان شركة بريطانية عن تطوير لقاح فعال ضد الفيروس والثالث حتى الآن. المنظمة أكدت أن العالم لم يطور لقاحات بهذه السرعة على مدار التاريخ، مطالبة بوضع معيار جديد لتوزيع اللقاحات بصورة عادلة. أوضحت منظمة أن هناك حاجة فورية إلى تمويل قيمته 4.3 مليار دولار لتوفير اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا بالمرحلة المقبلة. من جانبها أكدت روسيا أن لقاح سبوتنيك 5 ضد فيروس كورونا المستجد والذي طوره مركز أبحاث جاماليا في موسكو فعال بنسبة 95% بعد النتائج الأولية، وسيتم البدء بتصدير الشحنات الدولية الأولى من اللقاح في يناير 2021، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون سعره أقل كثيرا من اللقاحات المنافسة له على مستوى مماثل في الفعالية. كانت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية قد أعلنت أن لقاحها موديرنا ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 94.5%، وتعتزم تصنيع 20 مليون جرعة منه بحلول نهاية العام. كذا أكدت شركة فايزر أيضا أن لقاحها فعال بنسبة 95% بعد نتائج المرحلة الثالثة للقاح على المشاركين. رحب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس دونالد ترامب السماح بالحصول على التمويل الفيدرالي اللازم لبدء نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية المقبلة، واعتبر أن القرار يتيح انتقالا سلسا وسلميا للسلطة. وقد كانت إدارة الخدمات العامة بالبيت الأبيض أبلغت بايدن رسميا أنه سيتلقى التمويل اللازم، وذلك تزامنا مع إعلان ترامب أنه وجه فريقه بالبيت الرئاسي بالتعاون مع بايدن خلال المرحلة الانتقالية. أكد ترامب أنه أوصى رئيسة إدارة الخدمات العامة بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية. تعد هذا هو أول إقرار غير مباشر من ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية. هذا وبدأ الرئيس المنتخب جو بايدن تسمية أعضاء فريقه واختار أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وقرر إسناد إدارة الاستخبارات الوطنية لإفريل هاينز لتصبح أول امرأة تترشح لهذا المنصب في تاريخ البلاد. حتى قبل أن يأتيه اليقين من البيت الأبيض ببدء عملية نقل السلطة، شرع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في اختيار فريقه رغبة منه في تهدئة الصخب السياسي الذي سبق الانتخابات وأعقبها، وعمد إلى تسمية سياسيين متمرسين خلافا لسلفه دونالد ترامب، وعلى الأرجح سينتهج سياسة قريبة من تلك التي اتبعها سابقه باراك أوباما، إذ عمل عدد من هؤلاء المرشحين ضمن إدارته. وقال بايدن إن المختارين امتحنتهم الأزمات وأظهرت أنهم مدعون وخلاقون،
وعزى سرعة اختيار الفريق إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها وقت تخسره على صعيد أمنها القومي وسياستها الخارجية. وللسياسة الخارجية اختار بايدن أنتوني بلينكن، وهو أحد مستشاريه الرئيسيين في هذا المجال، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما. وسيقود بلينكن بحسب محللين عملية استبدال نهج ترامب أمريكا أولا، وسيبدأ مسار إعادة البلاد إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وإنعاش الاتفاق النووي مع إيران. وفيما يؤشر على اعتزامه تغيير نهج سلفه في ملف الهجرة الذي شهد صخبا كبيرا، سمى بايدن لرئاسة وزارة الأمن الداخلي الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس المعروف بمناهضته للعنصرية. كذلك اختار الرئيس المنتخب وزير الخارجية الأسبق جون كيري موفدا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ، فيما يشير إلى اعتزامه الوفاء بوعده خلال الحملة الانتخابية بالتركيز على مخاطر الاحترار العالمي. وسمى بايدن المستشار المقرب منه جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي. وللمرة الأولى اختار امرأة هي أفريل هاينز لتولي إدارة الاستخبارات الوطنية. كما ذكر مصدر قريب من فريقه أنه يعتزم تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفيدرالي جانيت يالين وزيرة للخزانة لتصبح أول امرأة ترشح لهذا المنصب، وسيتحتم عليها مجابهة تحديات استثنائية فرضتها جائحة كورونا. ونبقى مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثات هاتفية مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد شملت الاتصالات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستيلنبرغ. أكد بايدن التزامه بترسيخ العلاقات ما بين واشنطن وبروكسل مع إعادة تنشيطها، وأعرب عن أمله بالتعاون ما بين الطرفين حول التحديات المشتركة بينهما. وقد شدد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بمبدأ حلف الأطلنطي الأساسي الذي ينص على الدفاع المشترك. قالت الحكومة الإثيوبية أن العديد من أفراد قوات أقليم تجري بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء المهلة التي ستشن بعدها الحكومة هجوما على عاصمة الإقليم. يأتي هذا بينما صرح المتحدث باسم قوات أقليم تجري بأن القوات التي تقاتل الحكومة الإثيوبية في الإقليم ألحقت دمارا تاما بالفرقة 21 بالجيش على حد قوله. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كان قد أمهل قادة أقليم تجري 72 ساعة لإلقاء السلاح، محذرا من أن تلك هي الفرصة الأخيرة أمامهم. وقد صرح مسؤول بالأمم المتحدة في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيجري محادثات غير رسمية اليوم حول الصراع الدائر في إقليم تيغراي في إثيوبيا، وذلك في إشارة إلى تنامي القلق الدولي من الوضع هناك. في نفس السياق، حضر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من وجود كثيف للدبابات والمدفعية في محيط مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي لتتبع القوات الحكومية الإثيوبية. أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر، موضحا أن الألغام البحرية هي إيرانية الصنع، من نوع لافت إلى أن مجموع الألغام التي دمرت في البحر الأحمر وصل عددها إلى 163 لغما بحريا، مؤكدا أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر. كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف اليمن العميد الركن تركي المالكي قد صرح أمس بأنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في نشوب حريق خزان وقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة. أخبار الاقتصاد، أهلا بحضراتكم. أعلنت شركة أرامكو السعودية أن إمداداتها في الداخل لم تتأثر بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال جدة، وأن العمليات استؤنفت بعد 3 ساعات من الواقعة. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت أمس أنها أطلقت صاروخا على المنشأة الواقعة في جدة
كما قال مدير المنشأة عبد الله الغامدي خلال جولة تفقدية إن صهريجا واحدا متوقف حاليا عن العمل من بين 13 صهريجا لزيت الديزل والبنزين وزيت الوقود، كما أضاف أنه لا يزال يجري تقييم حجم وتكلفة الضرر الناجم عن الهجوم. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي بختام تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين العرب والأفراد والأجانب، كما ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، كما صعد المؤشران EGX70 وEGX100 متساوي الأوزان بنسب تراوحت بين 1.2% و1.3%. أعلنت وزارة التخطيط ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة البحيرة للعام المالي 2020-2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 605 مشاريع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 2020-2021 تبلغ 5,700,000,000 جنيه بنسبة زيادة 113.6% عن خطة عام 2020-2019. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة خلال الفترة من 15 من سبتمبر الماضي إلى 15 من أكتوبر الماضي. وقال الوزير إن القرعة ستبدأ يوم الأحد 29 من نوفمبر الجاري على أن تنتهي في 20 من ديسمبر المقبل، كما أكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن. بحث وزراء البترول والسياحة والطيران دعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران، كما أوضح الملا أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المهمة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها. أشار إلى أن قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد. واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من المبادرات الجديدة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية، إضافة إلى بحث الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعات السياحية ولمجابهة تداعيات فيروس كورونا. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال كلمته في معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا، أكد أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية لارتباطه المباشر بكافة القطاعات الأخرى. كما أوضح معيط أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة، لافتا في هذا الإطار إلى أن الحكومة تستهدف اكتمال منظومة ربط النقل البحري والبري والجوي في نهاية يونيو المقبل، كما أكد أن حجم الاستثمارات الذي تشهده مصر لم يحدث في تاريخها. أشار معيط إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. تراجعت الليرة التركية بنحو 2% لأكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب، وهبطت أيضا الليرة لتسجل نحو 8.1 مقابل العملة الأمريكية. كانت العملة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.6 ليرات للدولار الواحد خلال الشهر الجاري قبل أن تتعافى. الليرة حاليا منخفضة إلى 26% عن مستواها في نهاية 2019.
أعلن مكتب الإحصاءات الألماني نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة قياسية بلغت 8.5% في الربع الثالث من العام الجاري، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيا عن تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة كورونا. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.2% على أساس فصلي في الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر الماضي، بعد هبوط لنسبة 9.8% في الربع الثاني من عام 2020. مشاهدينا الكرام، نهاية الثانية وهذا التذكير بأبرز العناوين. تواصل التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى. الحكومة تنفي ما تردد حول تعليق الدراسة ومنح إجازات الموظفين وتعليق الفعاليات ذات التجمعات في إطار مكافحة كورونا. إذن تابعوا المزيد من النشرات والأخبار والتغطيات الإخبارية حول مجلس النواب مرحلة الإعادة بعد هذه النشرة الإخبارية بعد قليل. نشكركم وشكرا. شكرا حسنية، شكرا مشاهدينا، إلى اللقاء.